يمكن أن نختلف على مسألة التراكمات التي حدثت سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو حتى على مستوى تبذير المال العام وإهداره واختلاسه. الجزائر من الدول في القلائل في العالم التي ترقد على ثروة يعني كبيرة جدا، ومع هذا شعبها يعيش في فقر مدقع. شباب مهمش، شباب تلقاه في القراني، تلقاه تحت الحيوط. شوف نقول لك واحد حاجة بالمختصر، ولا يلقاه يبيع في كيف، يديه يدخلوا الحبس، يلقاه داير طابله يسترزق منها يطبقها له. السما في كلتا الطرفين مدي الحبس. البطاله راه ماشي غير السنه وماشي غير العام اللي فات، هذه راه اعوام حنا رانا في البطاله. انا ابسط مثال، انا كاخو حقوقي، انا متخرج من الجامعه، عندي 5 سنين وانا نقرا. العام اللي فات اللي تخرج ودرك حد الان ما كان والو. توجد بطاله اخي الكريم في الجزائر، توجد بطاله، يوجد الشاب في هذا الوقت ليس لديه قوت يومه. أتفهم ما معنى لا يوجد لديه قوت يومه يا أخي الكريم؟ يا شباب مش قادر يتزوج، مش قادر يدير دار، مش قادر ينجب أبناء ليرعاهم. مكانش سيستم هو كلش. كون جا نظام تا يقول لك على بالك كيفاه يولاو يديروا الولاء مش الكفاءة، الولاء هو تا بشكال على الولاء. انا انتيا تراني معايا نديرك، مش الكفاءة. قال كفء انت، الله يبارك. هذا واش كان يقول لك؟ قال عندك جامعي كفء، ما يديروش، يدير اللي يمشي معاه حتى وراه غلط. هذا هو اولا. الشباب يموت في البحار يا اخي الكريم، الحرقة، هجرة الادمغة. كاين كفاءات في البلاد يا اخي، كاين كفاءات في البلاد. هذه الشباب بطال، هاك تشوفوه يموت في البحار كذا وذيك، وهو مش يخدم كما كان يقول الاخ الكريم، وتلقى خريجين من الجامعة مساكن وقابضين الحيوط وكذا وذيك. سبحان الله، راه كل حاجة باينة. نحن نعيش مع الشباب يوميا، نعرف وضعيته، نعرف مستواه عالي، تجده يقوم بخدمة بسيطة يتقاضى مثلها فيها 10,000 دينار أو 20,000 دينار، وهو يحمل شهادة الماستر وشهادة كذا.